اختتمت فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الرابع للاتصالات ITC Egypt 2024، وكذلك مسابقة الابتكارات العلمية في دورتها الثالثة ISIC 2024، والتي استمرت فعاليتهما على مدار عدة أيام بالأكاديمية العسكرية المصرية. جاء ذلك بمشاركة العديد من طلبة الجامعات المصرية والخبراء المتخصصين في المجالات العلمية والتكنولوجية من مختلف دول العالم. اختتمت فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الرابع للاتصالات ITC Egypt 2024 ومسابقة الابتكارات العلمية في دورتها الثالثة ISEC 2024 بمشاركة العديد من طلبة الجامعات المصرية والخبراء المتخصصين في المجالات العلمية والتكنولوجية من مختلف دول العالم، والتي استمرت فعاليتهما على مدار عدة أيام بالأكاديمية العسكرية المصرية. وشملت الأنشطة عقد عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل ومناقشة أحدث الأبحاث العلمية بهدف إتاحة الفرصة للمشاركين لتبادل الرؤى والأفكار العلمية للمساهمة في إثراء العمل البحثي العلمي والارتقاء بمستوى العلم والمعرفة. وفي ختام المؤتمر نقل اللواء أركان حرب ياسر الطودي قائد قوات الدفاع الجوي تحياتي وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للمشاركين في المؤتمر من مصر ومختلف دول العالم، مؤكدا حرص القوات المسلحة على الاهتمام بالبحث العلمي وتنمية الابتكارات للاستفادة منها في شتى المجالات العلمية والتكنولوجية بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة بالدولة. كما تم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في المؤتمر العلمي الدولي الرابع للاتصالات ومسابقة الابتكارات العلمية، وأعرب المشاركون عن عميق شكرهم وامتنانهم لما تقدمه القوات المسلحة من دعم وتنظيم لهذا الحدث العلمي الهام، وتطلعهم أن تشهد المرحلة القادمة المزيد من المؤتمرات العلمية والبحثية. التنظيم الرائع والكواليتي بتاع الحاجة اللي موجودة، يعني طبعا ده شكر كبير للقوات المسلحة ان تطلع بالصورة التنظيمية الهائلة دي. في تقدم كل سنة في المعرض الحمد لله، مستوى الطلبة في نماء، المؤسسة العسكرية متبنية جدا المجتمع المدني، بنبدأ ان انا ممكن اشوف فكرة مشروع تانية ابدأ السنة الجاية اشتغل عليها واطور من نفسي فيها. بدأ المجتمع والحياة العسكرية الاتنين يدمجوا ببعض بحيث ان احنا كلنا في الاخر نخدم مصر.